يا جامايكا ارقص يا حضري، ارقص يا جامايكا. نورتنا يا كابتن. ده نوركو والله. شيخ العرافين معاك يا حضري. ازيك يا شيخ العرافين؟ استنى يا شيخ العرافين، لا المفروض العرافة الاول اللي بتعرف الضيف. اهدي بس، اهدي تشكلوا مع بعض من الاول. اهدي طب ما تشكلوا مع بعض وتريحونا انتوا الاثنين. هو مش سايبني يا كابتن، في البيت بيتشكل وبره بيتشكل. طيب ما تشكلوا مع بعض وتريحونا انا والدكتوره ونقوم نروح. والله بقول لك يا كابتن عصام. يا شيخ العرافين لسه بتروح للشيخ ادريس؟ ابليس؟ لا ادريس، سلك بس ودانك معايا. ايه ادريس؟ شيخ ادريس. لا والله ما اعرف والله حاجه. بتاع مدينه ناصر. والله ده مش معنى ادريس، ممكن يكون الشيخ اسيوطي. مع ايا كان اسمه ما تتوهش اللي بيعمل لك الاسحار. اسحار؟ اه لما كنا صعدنا كاس عالم. صح والله عندك حق. خلاص بقى يا شيخ، هات حاجه جديده. انت بره الملعب يا شيخ. يا شيخ هات حاجه جديده. كنا صعدنا كاس عالم، كنت لعبت كاس عالم يا كابتن. كنا اخذنا 2017 الجابون. انت بتعمل سحر وهم عملوا لك سحر مضاد. ايه حكايه جامايكا دي؟ لا دي جامايكا دي من سياده المصار طبعا مرتضى منصور، وهو انسان حب. ما فيش، هو حته يعني انت عارف سياده المصار احنا كلنا بنحبه وبنحترمه، وهو طلع على حته جامايكا عشان كنا بنلعب النادي. انا يعني كنت بلعب مع نادي وادي دجله. اه في اثناء البطولات، بطوله كاس مصر او كل ماتشات مع الزمالك، انا عامه كل ماتشاتي كلها متالق فيها. بس هو كان يعني لما بنيجي موضوع الزمالك مثلا الزمالك اتعادل، يعني انت من الاخر يعني نختصر، مخوي جن اسمه جامايكا. هو خلاص هو خلاص. لا 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 لا. كمل يا شيخ العرافي. اسمع 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 يا دكتور. شريف اكرامي في الجابون يا كابتن، خاف يلبس الجاكيت. كويس. ليه؟ خلصت كده اللي عندك؟ ما انا بقول لك، هو قول لنا ليه ولا اقول انا؟ لا استنى عليه شويه يا شيخ العرافين، اديله فرصه يفكر. ياوه اهمدي شويه. لا موقف والله يا دكتوره، والله موقف طريف والله. يعني بقول لك حقيقه، كنا في قاعدين مع عبد الله اللي هو بتاع عامل اللبس، وانا قاعد في اوضتي لقيت جالي اللبس بتاعي. اه والله ما بكذب عليكي، لقيت جالي اللبس بتاعي. ببص في اللبس، احنا في اثناء الفتره دي كنا بنتمرن، ما فيش حد بيلبس جواكت في التدريب، حراس المرمى بالذات تحب نلبس الجواكت عشان انت عارفه الملعب والارضيه والجو يبقى حر ولا الجو مثلا في. وبعد كده لقيت اللبس جاي لي، ببص لقيت الجاكيت بتاع شريف اكرام عندي. وانا ما اعرفش، لسه عامل لبس والله، لسه عامل لبس قاعد قدامي والله. بتحصل. قاعد قدامي لسه واقف قدامي. قلت له الجاكيت ده مش بتاع عبد الله. قال لي، قلت له ده بتاع الشريف، لان يعني المقاس بتاعه كبير يعني. ايوه بس انت عرفت منين يعني؟ مش مكتوب اسمه؟ لا ما فيش حد بيلبس الجاكيت ده الا انا هو. اه طيب. الحراس المرمى بالذات بيحبوا يلبسوا لبس عشان التدريبات وبتاع. طب والشناوي نفس القصه برضه يا حضري؟ لا الشناوي اصلا ما كانش موجود معايا يعني، ما كانش موجود معانا. الشناوي كان سافر خلاص. كرامي والشناوي كلهم ما بيرضوش يلبسوا اي لبس يجي من عندك. الشناوي اصلا الشناوي ما كانش معانا في البطوله خلاص، رجع مصر. روسيا يا حضري. رجع مصر. الشناوي مين فيهم طيب؟ ما حد في اتنين شناوي. يعني انت في واحد فيهم عامل له والتاني مش عامل له؟ انا بساله، ما انا بقول انا محمد الشناوي. المهم اكيد اكمل الموضوع بعدين نتكلم في الموضوع التاني بتاعك يا شيخ. اوكي. بعد كده جه قمت نايل عبد الله، عبد الله الجاكيت ده مش بتاعي، ده المقاس ده بتاع شريف، خد روح وديه له. رحنا عبد الله راح وديه له، وانا وشر عبد الله اخذ الكيس وديه له، واخذت الكيس بتاعه ومشينا. لقيت شريف قال لا مش هلبس الجاكيت ده. قلت له عبد الله خلاص هات له جاكيت جديد. في قلب التيكت بتاعه ده الموقف. خايف من جامايكا؟ ما انا قلت لك اهو.